السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين خالد الموشية وين يكشف أخطاء جمال بالماضي وينتقد كوادر المنتخب الوطني الجزائري. يعني ما نديروش حجج، خسرتو ما لعبتوش ما نديروش حجج، ما نقولوش الرطوبة، ما نقولوش السحب، ما نقولوش الجنون، ما نقولوش إيبوسي، ما نحصلوش في البنتورة، في البنتورة كحلة في الفيلوتيل. مكاش منها جماعة، الله يجعل ما يديروش باللي الموسية عادوا المنتخب الوطني، الموسية فاشل، الموسية مشي متربي، الموسية مشي لعب، الموسية خاطش غادي يديروها، ينجموا يديروها هذه. خاطش الناس اللي تهدرك ما يعقلوش على الموسية وما يعرفوش الموسية فانك باش يكون على بالكم. ما يعقلولوش والله ما يعقلو، كبار بصح ما يعقلوش على الموسية، ما يعرفوش الموسية. على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب الوطني الجزائري، يعني كيفاش نشوفوا كيفاش وين اشار الموشية الى وجود اخطاء تقنيه في المنتخب الجزائري وظهرت منذ مباراه بوركينا فاسو في المغرب، ودعا لضروره مراجعه ما جرى في الكان الاخير من اجل تاهل كاس العالم قبل فوات الاوان. واللاعبين قال لكم حطوا كرعيكم في الماء يبردوا، لعب خويا تحصلش في الرطوبه، الرطوبه بصح تحصلوش الرطوبه، تحصلوش في الملعب، تحصلوش لعب بولا خويا. لو كنا ولينا نحصلو حنايا الرطوبه هامن ما كاش، ما غاديش تمشي لنا كاع. دروك رايحين في ريسانهم اللعابه باين يحصلوا في الصطاد، رايحين اللعابه يحصلوا في الصطاد. جما بالماضي ما كاش ابار ولا مزيه، شت اول مره شفت لعاب تاع ليكيب ناسيونال ينتقد يعني الطريقة الفنية تاع جما بالماضي. قال له بلي بنت من نهار بوركينا فاسو في مراكش بنت بلي كي والو، بانت بلي ليكيب ناسيونال بالتراجع. بصح مكاش لي قال له يا جما بالماضي امسح وجهك، كان يقول لك خط احمر خط ابيض، كان يخرج علينا ذاك مؤمن يقول لك كلمة. ما زلت لليوم ما شتي واحد صحافي صاحبك صديق تاعك بارطاجا لك المقال تاعك ولا داخلي كومونتي عندك. حنا نعرفوا لي جروب شكون لي بارطاجو، نعرفوا بصح ما شتيش واحد صحافي بارطاجا لك المقال تاعك. يعني شعباوي ونقول لك نتحداك اعطينا لعاب، ما تقوليش بلي يمكن 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 بعد تجي تقول لي قلت لكم، تقول ليش انا ملي يجي لعاب. انا نقول لك باللي ايت النوري راه جاي للجزائر، بصح انا ما نجمش نقول لك باللي لا غادي يجيبه برومي ماتش اللي غادي يلعب اللي غادي نلعبوا كونتر الكاميرون ولا بعد التاهل. خاطر انا ندير باللي غادي نتاهل، انا ندير في راسي باللي نتاهل، انا في راسي داير بلي نتاهل، انا في راسي داير بلي الكاميرون يعني تبقى الكاميرون بصح غادي حنا غادي نفرسوهم فماك. انا تبان لي كيما هكا، يعني اللعابه اللي راه معنا والمدرب تاكتيك عالمي يعني نربحو فماك في الكاميرون. تاكتيك عالمي يعني وين يقول لك بلي جاما بالماضي عنده تاكتيك عالمي، يعطينا تاكتيك عالمي يربح لنا في الكاميرون، نربحوا في الكاميرون. هو كان خايف يقول لك لازم الروتور يكون عندي، يا ودي الروتور، الروتور لازم تجيب ريزلت من برا باش الروتور يكون عندك هنايا. انت الا هنا كون جات الكاميرون ضربتها بستة وروحت عندهم تكسر عليهم، بصح انت غادي الروتور تكون طامع مشي خاسر 2-0 مشي مليح حالك. لازم هنا كي ندخلوا لهنا في الملعب تاع بليده، يا لازم اسي محمد لازم ما تكونش خاسر 2-0، لازم 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 الكاميرون ما تدخلش ربحتنا هنايا، راهي وارع علينا. كاليفيكاسيون تندير في الكاميرون نتيجه ايجابيه،
ولا نتيجه اللي تخلي الكاميرون تجي تلعب باش تحافظ على ديك النتيجه تاعها انت تضغط باش تمركي تقاليزي كيما نقولوا حنايا تقاليزيها 1-0 باش تقاليزيها ولا تجي هي تلعب وانت تلعب ماتش نيل هي تلعب وانت تلعب بالضغط على الجمهور عامل الارض عامل الجمهور يعني تساعدك هذه باش يكون على بالك صح باش تجيب لي نتيجه ثقيله مليها وتجي كيما اللي فاتوا تقولنا بلي انا نستحمل المسؤوليه هذه كاع ما نجيش معاك خويا هذه نقولها لك من ضروك راه اول مره شفت لعاب اونسيان جوار راه يهضر في الحق وين الى وجود قال لك الى وجود اخطاء تقنيه في المنتخب الجزائري وظهرت منذ مباراه بوركينا فاسو داعيا لضروره مراجعه ما جرى في الكان الاخير من اجل التاهل لكاس العالم قبل فوات الاوان خاش ما كاش واحد شوف كاش جزائري اللي مشي باغي يتاهل كاس العالم هذه من التالي نقولها لك ما كاش جزائري مشي باغي يروح لكاس العالم هذه من التالي وخطينا من العجايز لا بغيت ربي يا جماعة بالماضي خطينا من العجايز خاش غادي يلعبوا لك قوة بدنية كبيرة خطينا من العجايز ربي اللي ما يلعبش يقول له ريح دير اللعابة اللي واجدة خويا دير اللعابين اللي واجدين بدنيا فنيا بواجدين راهم عندك لعابة والله لا عندك ليفيكتيف مكاش مدرب طاحوا عنده ليفيكتيف كيما انت جماعة بالماضي تروح عند سعدان مكاش عنده ليفيكتيف تروح عند حاليلو ما كانش عنده ليفيكتيف تروح عند كوركي ما كانش عنده انت طاحوا عندك ليفيكتيف طاحوا عندك خيارات يعني تلعب خطط يعني لو كان جيت غاني بالخطط يعني والله العظيم كل ماتش تلعب خطه بريمير ميتو خطه دوزيام ميتو تغير يعني تغير في 60 دقيقه 70 دقيقه تقلب الخطه ما جاتش على بالك دروك راهي عند المدربين باش جاما بالماضي هذه باش غادي نعطيها لك هذه من ضروري غادي نعطيها لك ناس باقي يقول لك انت شكون يا ودي راني نقول لك انا راني نهضر معاك على بالك بلي كاينين مدربين يربحوا هما يربحوا البارتيه خطط جهنميه يقراك بريمير ميتو كي راك تلعب دوزيام ميتو يقلب لك السوق بتغيير واحد يقلب لك السوق وشاهدنا المدرب تاع بوركينا فاسو كيفاش قلبك دوزيام ميتو قلبك في مراكش مزيه ما خسرناش وهنايا غرون كومبلي نتايا هنا وقلبك دوزيام ميتو كيفاش قلبك اش يكون على بالك ماهيش سهله على نقولك بلي يا سي جماعة بالماضي لازم لك دماغك تحطو قدامك تحط دماغك قدامك عينيك تحطهم قدامك تحط كلش قدامك خاطش هذه مباراة اي تعتبر مصيرية انا نعتبرها مصيرية صورتو في الكاميرون انا مانيش ندير ضغط ولا ندير بصح الحقيقه كاميرون تلعب برا كاليفيكاسيون تجيبها من برا تجي طامع تجي كيما كيما صرات خاسر ايف ماك 1-0 2-1 يعني المهم تجي طامع 1-0 الشعب يعني كاع مكاش لي يهدر غادي يجي نجو طامعين 1-0 نجيو طامعين 0-0 تجي شابة 1-1 تجي شابة سورتو 1-1 0-0 بارتيا كيما يقول لك صعيبة 0-0 يعني صعيبة خاطر علاه كي دير 0-0 عندهم غادي تجي لهنا غادي كلي شغل تلعب مسلسل جديد هذه اللي لازم شاور تنجم تشاور تنجم تشوف تنجم بزاف صوالح على الله على هذيك نقول لك بلي يا ودي اليوم اول مره راني شفت زوار انتقد الكوادر تاع المنتخب يعني ما بركاونا مشكل بركاونا من اللعب عندنا منتخب وطن شوف غادي نلعبوا في جيبوتي جابوما قلت جيبوتي جابوما هذي في دوالا شو غادي يجون شو الا اللعابه بغاو يروحوا لكوب دي موند غادي ما ينفع لا ستاد لا والو غادي يلعبوا الا بغاو اللعابه غادي يلعبوا غادي تشوف تقول بلي هادو لعبوا في الكاميرون هادو لعبوا الشهر اللي فات في جونفي هنا تعرف بلي داروا خيانه كبيره كاين 5 جواره مع صاحبهم داروا خيانه كبيره داروها باش
باش يوخروا شاب الدين عماره يردوا زاتشي ويروحوا كوب ديموند حتى يقول لك زاتشي عنده كاس افريقيا وعنده كوب ديموند. هذه حد ما قالها لحد وما كاش اللي يجي غلطني فيها. هذه حد ما قالها لحد وما كاش اللي يجي غلطني فيها. وتشوف كي غادي يلعبوا لو 25 ان شاء الله. شوف كي غادي يلعبوا. ولازم فماك تكون ريزيلتا فم. لازم تكون ريزيلتا فم. ونتمنوا ما يكونش كاين اصابات عند اللعابه تاعنا هذه هي. نتمنى حاجه برك ما يكونش كاين اصابات برك.